نعم 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 أسيد ولي. اليوم في هذه الاحتفالية باليوم الطالب المصادف ل 19 ماي 1956 2022، أين حطت الرحال مؤسسة المتحفية المتحف الولائي للمجاهد بمستغانم وبالتعاون بمديرية المجاهدين هذا المعرض التاريخي الذي يحاكي تلك الفترة المهمة والمحطة المهمة من تاريخ الجزائر، إضافة إلى مشاركة قسم شعبة التاريخ بإثراء هذا الرصيد الوثائقي وهذا المعرض لفائدة السلطات المحلية وعلى رأسهم السيد الأمين العام تحت إشراف السيد ولي الولاية بمرافقة مدير الجامعة حيث فتح لنا هذا الفضاء من أجل عرض كل النشاطات الخاصة بالطالب الجزائري خاصة طلبة مستغانم. اليوم بصفتي طالبة تاريخ قمنا اليوم نحن طلبة السنة الثالثة تاريخ بإحياء هذا اليوم الذي هو يوم 19 ماي 1956 ميلادي، حيث قمنا بالتنسيق مع متحف المجاهد بإعداد معرض هذا المعرض الذي يمثل إضراب هذا اليوم والتحاق مختلف الشبان به، إذ أنه هذا اليوم هو يوم لا ينسى يبين لنا أنه واجب علينا نحن طلبة اليوم طلبة جيل ما بعد الاستقلال أن نحمل المشعل الذي حمله أسلافنا وسابقونا باعتبارنا نحن الطلبة. احتفاء بيوم الطالب الموافق ل 19 ماي 1956 عندنا الكثير من الأنشطة سواء العلمية أو الثقافية والرياضية، وهذا بقت سيرة حميدة في الجامعة كل سنة نحتفي بها، وهذا الصرح العلمي كفيل بتقديم أهم مخرجات الطالب فيما يخص أعمالهم سواء العلمية أو الثقافية وحتى الرياضية. تزامن مع هذا الاحتفال الكثير من البطولات الوطنية الرياضية، وكان لجامعة مستغانم الكثير من التتويجات فيما يخص كرة السلة، كرة القدم والجيدو إلى غير ذلك من الاختصاصات. الجامعة الجزائرية تحتفي بهذا اليوم وذلك أولا تكريما لهؤلاء الذين غادروا الدراسة في مثل هذا اليوم، وذلك لأنه الطلبة آنذاك وقفوا وقفات صمود وتحدي للمستعمر، وكذلك أثبتوا أن لهذه البلاد جيل ثاني، لأنه الطلبة آنذاك هم تقريبا الجيل الثالث ولا للحركة الوطنية، فكانت الانطلاقة من الجامعات ومن الثانويات التحاقهم بالثورة التحريرية، وكان هذا فعل قوي جدا وحركة قوية جدا ضد الاستعمار. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.